السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. جزاك الله خير عنا شيخ. وياكم. لو سمحت يا شيخ، انا بسأل حضرتك، هل اللي بيموت بمرض كورونا ده شهيد؟ امره الى الله. امره الى الله. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المبطون شهيد، والذي يموت بداء في البطن. شكرا، الله يعافينا وإياكم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياكم، الله خير.